الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. نرحب بكم في هذا اللقاء الجديد والمتجدد دائما بمختلف المحطات والفقرات من برنامج من عمان، هذه الإطلالة اليومية التي نحرص على أن هكذا تضيف لكم شيئا من الفائدة والمتعة وأيضا المعرفة من خلال ما نطرحه من مواضيع مختلفة، وأيضا نكون هكذا عينكم الثالثة على مختلف المناشط والفعاليات التي تشهدها أرض عمان الطيبة. إذا نرحب بكم في حلقة الليلة، حلقة يوم الثلاثاء من برنامج من عمان، والتي إن شاء الله ستتواصل معكم حتى العاشرة بمختلف محطاتها وأيضا فقراتها ومواضيعها. أكيد حلقة يوم الثلاثاء تعودتوا على أن يكون معكم الفقرة الرياضية مع الزميل أحمد الكعبي اللي أرحب فيه، ومساك الله بالخير يا أحمد. مساء النور وسرور عايدة، تحية لك ولجميع المشاهدين الكرام. حياك الله يا أحمد. اليوم إن شاء الله عن إيش الفقرة راح تخصصها؟ اليوم إن شاء الله موضوعنا راح يكون عن منتخبنا الوطني لكرة اليد الشاطئية، وصيف البطولة الآسيوية التي استضافتها السلطنة منذ أيام، وأيضا المتأهل لكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه. جميل جدا. إذا لمحبي الرياضة ما عليهم إلا انتظار هذه الفقرة الرياضية مع الزميل أحمد الكعبي خلال الدقائق القادمة من عمر برنامجنا بمشيئة الله. غير فقرة الرياضة مشاهدينا واللي تعودتوا عليها كل حلقة يوم ثلاثاء، هناك أيضا حضرنا لكم مجموعة من المواضيع راح إن شاء الله تكون لدينا وقفة مع مؤتمر عمان العقاري في نسخته الثانية. طبعا هذا المؤتمر الذي انطلق يوم أمس في فندق قصر البستان، ويأتي هذا المؤتمر بالتأكيد ضمن الفعاليات التي تدعم سوق العقار في السلطنة. أيضا من ضمن محطاتنا الأخرى راح يكون معنا وقفة مع الدقم كمنطقة اقتصادية تثري الاقتصاد الوطني، وأيضا تساهم في توظيف العديد من الشباب العماني. هذا إذا ما عرفنا مشاهدينا أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم طبعا تعد الأكبر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أيضا، وبالتالي أكيد السلطنة تعول عليها الكثير فيما يخص دعم اقتصاد البلد. أيضا محطة ثالثة مع الهيئة العامة لحماية المستهلك التي طبعا صدر من خلالها قرار بحظر استخدام الإسفنج والأقمشة في صناعة الأثاث. ليش؟ أكيد راح نعرف ليش من خلال هذه المحطة اللي راح نتوقف فيها مع الهيئة العامة لحماية المستهلك، وحديثنا حول هذا القرار ولماذا هذا الحظر باستخدام الإسفنج والأقمشة في صناعة الأثاث. إذن هذه مجمل فقراتنا ومحطاتنا في حلقة الليلة، هذا بالإضافة إلى مجموعة من التقارير المتنوعة التي نرجو أن تنال رضاكم واستحسانكم. مشاهدينا طبعا الكل يعلم اليوم ودعت عمان أحد أبنائها المخلصين، وذلك بعد حياة حافلة بالعطاء من أجل هذا الوطن ومن أجل أبناء هذا الوطن. طبعا ودعت عمان أحد أبنائها، أحد أعلامها المعطاء، الشيخ الجليل والمعلم والملهم والداعية الشيخ المكرم خلفان بن محمد العيسري. إذن أكيد الجميع من يعرف هذا الشيخ، من قابله أو حتى استمع إليه في يوم من الأيام أو عرفه، الجميع يعني حزين حقيقة على رحيله. ستبكيه عمان وستبكيه أيضا المنابر، سيبكيه كل من أثر عليه حديث تفاؤل هذا الإنسان العظيم حقيقة بعطائه طوال مدة حياته التي وإن كانت قصيرة ولكن حقيقة كانت كبيرة بما قدمه وطويلة بما أعطاه لأبناء هذا البلد، مليئة بالتفاؤل، مليئة بالإخلاص، مليئة بالحب
لهذا الوطن وأيضا لأبناء هذا الوطن ولأبناء الأمة بشكل عام. نعرف أن على يديه أسلم ودخل العديد من الأشخاص من مختلف الجنسيات الإسلام. إذن تجاه هذا المصاب الجلل أعزائي لا نقول إلا أن العين لتدمع وأن القلب ليحزن وأن على فراقك يا شيخ خلفان لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. كلمات الوداع الأخير كانت همساً عذباً في آذان محبيه، كانت تحية شكر وامتنان للطاقم الطبي، وقبل هذا شكراً لله فارقهم بهمسات وذكرى طيبة وشباب مشدود الأزر في مواجهة قضايا العصر، فاجتمعوا اليوم لوداعه هنا. نقول لهؤلاء الاستسلام لا بد أن يخرج من قاموسكم. كلمة الاستسلام ضعوها على الجانب، العزيمة والإصرار، ونحن لنا في الأنبياء والمرسلين أسوة حسنة. بدأ الشيخ خلفان العيسري حياته المهنية في الهندسة الميكانيكية، حيث عمل لسنوات بإحدى الشركات النفطية، واهتم خلال السنوات الأخيرة بنشر الكلمة الطيبة في أوساط المجتمع، بالمشاركة في تقديم المحاضرات والجلسات الحوارية والتوعوية. الوسائل الإعلامية المختلفة كانت أداته في إيصال الرسائل التوعوية لأبناء مجتمعه، فكان يدعو عبرها للتفاؤل والنجاح والعمل والهمة من خلال استغلال الصحة والوقت، قائلاً: أنا ولله الحمد إيجابي في حياتي ومتفائل دائما، ولا أحب التشاؤم أو السلبية، وأحاول استغلال وقتي قدر الإمكان، فالوقت كما يعلم الجميع هو رأس مال الإنسان، واستغلاله فيما ينفع الإنسان شيء لا بد منه. كان المغفور له عضوا في مجلس الدولة ونائب رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في غرفة تجارة وصناعة عمان، وعضو مجلس الإدارة في عدة مؤسسات تعليمية وخدمية، وساهم بفعالية في ندوتي تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحث الشباب على العمل والعطاء في خدمة مجتمعهم ووطنهم، وكان موهوباً ومتفاعلاً مع الناس. ولكن مع هذه البادرة الطيبة التي أتت من سيح الشامخات ومن هذه الندوة، الجميع أدرك أهمية تفعيل دور العمانيين خاصة في إدارة هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كان الشيخ خلفان العيسري موقناً أن الاهتمام بالنشء وتربيته هو أساس البناء المتين، فكان مبدأه: نصنع جيلاً عبقرياً ليبني دولة قوية. ولأنه كان يعي أن الشباب عماد الأمة وركيزتها الأساسية، حاول أن يجذبهم بأسلوبه الشيق وبالحديث عن قضاياهم الاجتماعية. أولاً لتكن أحلامكم كبيرة، فلأن أحلام بسيطة يفقد أوقات كثيرة. لتكن أحلامكم كبيرة. رقم 2، أبرزوا مواهبكم التي أعطاكم إياها سبحانه وتعالى. المواهب موجودة، فضلنا الله سبحانه وتعالى وجعلنا متميزين على الآخرين، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات. لماذا؟ ليتخذ بعضكم بعضا سخرية، كل واحد مسخر لخدمة الآخر. بعد هذا كله صدق الشيخ خلفان ما عاهد الله عليه، فما كتم علما وما ادخر جهدا في التوجيه والإرشاد، فترجل عن صهوة الحياة تاركا وراءه عملا صالحا وأثرا خالدا. وقد استشفه حين قال فترة مرضه: علمني المرض بأن مكانتي في قلوب الناس ظهرت جليا خلال محنتي، الكل غمرني
بدعوة صادقة ومتابعة مستمرة. إذن رحمة الله عليه واسكنه فسيح جناته وأنزله منزلا رفيعا مباركا بإذن الله. إذن إحنا متواصلين معكم مشاهدينا في حلقة الليلة من برنامج من عمان حتى العاشرة. إذن مثل ما ذكرت في البداية واستعرضت مختلف مواضيعنا، ومحطتنا الأولى راح تكون مع طبعا منطقة الدقم الصناعية، وبالتحديد راح نتحدث عن المحطة الواحدة والامتيازات التي تقدمها هذه المحطة للمستثمرين حتى تجذبهم للاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، واللي ذكرت في البداية أنها تعد المنطقة الأكبر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبالتالي أكيد السلطنة تعول عليها الكثير في مد الاقتصاد وأيضا دعم الاقتصاد العماني من خلال طبعا وجود هؤلاء المستثمرين، ولذلك كان لابد من تقديم بعض الامتيازات لهم. راح نتحدث أكثر عن هذا الموضوع من خلال تواجد ضيفنا في الاستديو الفاضل صلاح بن حمود الحسني، مدير المحطة الواحدة بهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. مساك الله بالخير استاذ صالح. يا أهلا بالنور والسرور، شكرا. حياك الله. إذن استاذ صالح، قبل أن نخوض ويعني هكذا نبحر في هذا الموضوع، ايش رايك وايضا مشاهدينا نشاهد هذا التقرير عن هذا الموضوع كمدخل له، ومن ثم نعود لنعطي المزيد من التفاصيل. أصبح الحلم العماني الخاص بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم حقيقة تمثلت في كون الدقم نموذجا للتكامل الاقتصادي باشتمالها على 8 مناطق تطوير اقتصادي وخدمي من خلالهما استطاعت المنطقة فتح نافذتها على دول العالم. وتعد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الأكبر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأمر الذي جعلها تصنف ضمن المناطق الاقتصادية الكبرى في العالم، حيث تشكل المنطقة مركزا رئيسيا لتواصل المستثمرين. اتضمن من خلال المحطة الواحدة عمليات التسجيل ومنح التراخيص وتوفير الموافقات البيئية عبر استخدام أفضل للممارسات الدولية. ومنذ تأسيس هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في أواخر عام 2011، وهي تتولى تطوير جميع الأنشطة الاقتصادية في المنطقة والمتمثلة في عمليات تخطيط وتصميم وتنفيذ الاستراتيجيات طويلة الأجل وجذب الاستثمارات وتشجيع انخراط العمالة الوطنية في الأنشطة الاقتصادية المرتقبة، فضلاً عن مسؤوليتها في تفعيل التوسع العمراني لمدينة الدقم الحديثة وحماية البيئة في المنطقة، وبالتالي ضمان استمرارية سمة منطقة الدقم الاقتصادية باعتبارها من أفضل الأماكن في الشرق الأوسط سياحة وسكنا واستثمارا. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نرحب مرة أخرى مشاهدينا بمدير المحطة الواحدة بهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الأستاذ صالح بن حمود الحسني. مرة أخرى أرحب بك أستاذ صالح. أهلا وسهلا. إذن في البداية مثل ما ذكرنا أن هذه المنطقة جدا مهمة يعول عليها كثيرا في دعم الاقتصاد الوطني العماني، نتحدث عن الدقم كمنطقة اقتصادية والذي يميزها في الشرق الأوسط وأيضا في شمال أفريقيا حتى تكون هي الـ خلينا نقول الـ المنطقة الكبرى للاقتصاد. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أول شيء شكرا على الاستضافة. واجب. مشروع الدقم بلا شك هو مشروع مستقبلي، مشروع عملاق حقيقة، يعني مشروع نظرة ثاقبة من صاحب الجلالة باختيار موقع الدقم. نعم. طبعا ما يميز الدقم يعني هناك تناغم اقتصادي يوطن صناعات مختلفة على كل المراحل. لو تكلمنا عن الصناعات الثقيلة، نعم، والمتوسطة والخفيفة، كذلك يوطن صناعات فيما يخص موضوع السياحة، بالإضافة إلى صناعات السمكية،
ميناء، حوض جاف، مناطق للاستخدام المختلف، استخدامات مختلفة، أراضي خصصت لقطاع المصرفي والتأمين، أراضي خصصت لكليات، معاهد تدريب، حلو، جامعات. طبعا هذا المشروع حقيقة يعني تعول عليه السلطنة يعني لأهميته، صحيح، من حيث الموقع، نعم، كذلك تعول عليه كعائد على الاقتصاد العماني، نعم، تعول عليه فيما يخص موضوع التنوع الاقتصادي المطلوب، تعول عليه فيما يخص موضوع التوظيف. جميل، نعم. فهناك أكيد أهداف وطنية تسعى لها الحكومة موضوعة وفق سياسات معينة، نعم. بالتالي مشروع الدقم يتمحور في عدة عوامل. طبعا البدء كان في بداية 2006، هذا كان طبعا بداية المشروع، وكانت الفكرة تبدأ بميناء صغير ومن ثم توسع، نعم، توسعت الفكرة لما وصل له مشروع الدقم الآن والحمد لله. طبعا المشروع رايح يمر بمراحل مختلفة، بعض المراحل الحمد لله الآن اكتملت، نعم، بعض المراحل في كم تبلغ عدد المراحل هذه حتى ينتهي بالمجمل هذا المشروع؟ والله هو على يعني على ضوء الدراسات المعمولة متوقع أنه المرحلة الأولى تنتهي في 2020. 2020، نعم، نعم. طبعا نسبة الإشغال حتى الآن، يعني نسبة تنفيذ المشاريع، هي تتفاوت، تتفاوت، لأنها مشاريع عملاقة. لما نتكلم عن المشاريع الخاصة بالبنية الأساسية، في بعض المشاريع المهمة اكتملت، يعني اليوم أصبح هناك مطار، نعم، في 4 رحلات من مسقط إلى الدقم، الطيران العماني، الميناء الآن اكتمل كمرحلة أولى، مشروع الحوض الجاف اللي هو يعتبر واحد من المشاريع العملاقة التي استثمرت فيها السلطنة، سلطنة عمان، والآن أصبح مشروع الدقم مشروع منافس. جميل. الدقم الآن أصبحت تنافس الأسواق العالمية، والآن في اهتمام كثير من المستثمرين لمشروع الدقم. حلو. طبعا يعني مساحة الدقم 1745 كيلو متر مربع، تعتبر مساحة كبيرة، نعم، وتعتبر مساحة الدقم من بين أكبر المساحات الخاصة بالمناطق الاقتصادية في العالم، نعم، وبالتالي المشاريع البنية رايح تاخذ يعني وقتها ومراحلها المعدلة لها، ولكن اليوم يعني لو أخذنا في الاعتبار أصبحت الدقم وجهة سياحية، أصبحت الدقم كذلك وجهة لمستثمرين سواء من السلطنة ومن خارج السلطنة، نعم، تقدم طبعا الدقم على ضوء المرسوم السلطاني 119 على 2011 والمرسوم السلطاني 79، تقدم مزايا وحوافز وإعفاءات ضريبية حقيقة يعني جاذبة لكثير من المستثمرين. كثير من المستثمرين اليوم ينظروا إلى مشروع الدقم على اعتبار أنه هو من منظومة السلطنة، نعم، ينظروا على كثير من العوامل، العوامل الأساسية اللي أي مستثمر يبحث في أنه كيف يضخ رأس ماله فيها. طيب، عشان هؤلاء المستثمرين أيضا يعرفون عن هذه المزايا الخاصة بهذه المنطقة الصناعية الاقتصادية الكبرى، ما هي الإجراءات أو خلينا نقول الخطوات اللي قمتم بها لتعريفهم بهذه المنطقة وأيضا لجذبهم للاستثمار في هذه المنطقة؟ التشريعات والمرسوم السلطاني 119 حدد هذا المسار، أعطى الهيئة استقلالية، نعم، وطبعا حدد خارطة الطريق فيما يخص موضوع إنشاء محطة تسمى المحطة الواحدة أو جميل. النافذة الواحدة، نعم، تعتبر المحطة الواحدة هي الـ يعني الـ النافذة التي أو المرآة اللي تعكس دور المنطقة الاقتصادية الخاصة بتقديم كافة الخدمات للمستثمر. جميل. وفق منظومة واضحة والتشريعات أعدت لهذا الغرض، نعم، أخذ في الاعتبار التسهيلات، أخذ في الاعتبار أن يتم إنجاز الأعمال وفق فترات زمنية واضحة للكل، بالتالي أصبحت المحطة الواحدة الآن
تباشر مهام العمل. نعم. بالتنسيق كذلك مع الجهات الحكومية من الأخرى. من متى بدأت العمل هذه المحطة؟ المحطة بدأت من العام الماضي. نعم. 2014. طبعاً كان لابد من وضع التشريعات والأسس القانونية اللي تؤطر أو تضع المحطة في إطار قانوني بحيث أنها تقوم بمهام عمل سهلة. نعم. كان لابد كذلك من الربط الإلكتروني مع مجموعة من الجهات الحكومية، وطبعا تم الربط من الناحية الفنية. كان هناك اتفاقات أو كان هناك في تشريع بين الجهات هذه، على ضوها تم توقيع مذكرات تفاهم لتسهيل هذه الأعمال. حلو. أصبح المستثمر يعني يأتي إلى المحطة الواحدة ويتم التسجيل التجاري، الحصول على التصاريح، الحصول على مواقع الأرض، توقيع عقود الانتفاع على حلو. الأرض. نعم. دفع الرسوم، الموافقات البيئية، الموافقات على المخططات الهندسية، وكذلك الحصول على تصاريح العمل واستخدام العمالة. طبعاً هذه كلها تتم أيوة من خلال المحطة الواحدة. هذه الخدمات جميعها تقدم من خلال هذه المحطة. نعم. الواحدة. نعم. وأيضاً تقدم للمستثمرين سواء من داخل السلطنة أو خارج السلطنة. لا شك، هو طبعاً هناك يعني اهتمام على كل المستويات. جميل. وبالتالي يتم تقديم الخدمات للكل، لكل المستثمرين أو الشركات العاملة في منطقة الدقم، ويعني بدون استثناء. الهيئة الآن أصبحت تأخذ على عاتقها حتى إنجاز الأعمال بالنيابة عن هذه الجهات أو المستثمرين في الجهات الأخرى. يعني نحن نأخذ الطلبات ودورنا أنه نحن نتابعها وننجزها في فترات زمنية لا تتجاوز أيام معينة تم الاتفاق عليها، وحتى لشفافية الموضوع هذه الأيام محددة للمستثمر في الاستمارة لما يقدم الطلب ويريد إنجاز أي أكيد من لأن العمل. هذه مسألة الوقت اليوم، المستثمر أيضا وايد يهم الوقت. يعني أكيد. إذا كانت أكيد. هذه الإجراءات تأخذ وقت، فهو ما 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 مستعد إنه يخسر. صحيح. هذا الوقت وأيضا يخسر فلوس بالتالي. كم مدة الوقت اللي يستغرق إتمام هذه العمليات أو يتفاوت من خدمة إلى أخرى؟ هو من يعني هي أكثر الخدمات ربما أو الموافقات اللي تأخذ وقت عادة التصاريح البيئية. يعني مثل ما أنت عارفة والكل عارف أنه الجانب البيئي مهم بالنسبة للسلطنة. صحيح. وبالتالي لازم تأخذ كل العوامل والموافقات الخاصة بالدراسات البيئية والموافقات. عادة الموافقات المبدئية يعني تعطى في أقل من شهر، خاصة بالموافقات المبدئية البيئية، لأن هناك أكثر من موافقة بيئية تعطى للمشاريع، ولكن بعض المشاريع تقيم من حيث يعني احتياجها للموافقات البيئية. أحيانا بعض المشاريع يعني واضحة بأنه لا تتطلب موافقات بيئية أكثر من الموافقة المبدئية الأولى. نعم. لأنه المشروع بطبيعته نفسه يعني ما في أي ضرر بيئي على المنطقة أو على الكائنات اللي موجودة، سواء كان كائن بشري أو الكائنات الأخرى الحية اللي موجودة. جميل. في المنطقة. طيب بالنسبة للخدمات وأيضا مدى جودة هذه الخدمات المقدمة من خلال المحطة، السرعة في الإجراءات من خلال طبعا هذه المحطة، هل خضعت لتقييم من قبل مثلا المستفيدين أو من قبلكم حتى لمزيد من التطوير فيها؟ هو طبعا بلا شك أنه مسألة التطوير هذه مرحلة أساسية ومرحلة مهمة جدا في هذه الأعمال، راح تستمر عملية التطوير. كان هدفنا الأساسي بناء القدرات، الانتهاء من التشريعات. نعم. اللي تكون هناك شفافية في العمل. نعم. كذلك مثل ما قلنا في البداية الربط، وبالتالي احنا حتى موقع الهيئة هناك استمارة خاصة بالتقييم على الخدمات اللي نحن نقدمها، وهذه طبعا بطبيعة الحال أساسية على أساس تعطينا انطباع على مدى رضا المستثمر. جميل. أو رضا الناس اللي زاروا المنطقة. ما زلنا في مراحلنا الأولى لتفعيل هذا الجانب. طبعا الآن نحن نعمل على تفعيل الجانب الإلكتروني أكثر فيما يخص موضوع التسجيل والحصول على الموافقات، ويعني إنهاء كافة الأعمال عن طريق الربط الإلكتروني. وهذه إن شاء الله يعني نسعى جاهدين بأنه نخطو فيها خطوات ونحاول أنه ننجزها في فترة وجيزة إن شاء الله في القريب العاجل.
طبعا رضا الناس عادة يعني من الصعب أنه نحن نرضي الكل لابد، ولكن هي يعني مهمة جدا صحيح. كمقياس ومعيار أنه نحن كيف نطور خدماتنا. نعم. وهذا مأخوذ في الاعتبار على كل الجوانب، وفي اهتمام حتى من رئيس مجلس إدارة الهيئة والقائمين على الهيئة بأنه من الضروري التطوير ومن الضروري الاهتمام وإعطاء خدمات تعتبر خدمات مميزة. نعم. خدمات يعني يشار لها، وبالتالي يعني نحن يعني أعتقد أنه في المسار الصحيح إن شاء الله في المرحلة الحالية. نعم. ونحاول نبذل كذلك مجهود فيما يخص موضوع تدريب الكادر وإعطاء كذلك الشباب أنه يكون مهيئ وقادر على تقديم أفضل الخدمات للمستثمرين. طيب أيضا عشان من المستثمرين اللي قاعدين يتابعونا حاليا وحابين أنهم يستثمرون في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، لو نعرف يعني مثلا مساحة الأراضي الممنوحة للمستثمرين هل تختلف من مشروع لآخر أو لا، حددت وفق تشريعات وضوابط؟ هذه واحدة من المزايا اللي تميز الدقم من حيث الميزة التنافسية. نعم. أنه إحنا كمنطقة اقتصادية في الدقم عندنا مساحات كبيرة من الأراضي اللي ممكن توطن صناعات تتطلب مساحات كبيرة. جميل. بينما في بعض المناطق الاقتصادية الآن أصبحت عندها إشكالية في التوسع لأنه أراضيها أصبحت خلاص يعني في عندها أراضي وأراضيهم صغيرة. طبعا تتفاوت الأراضي عندنا على حسب المشاريع. يعني إحنا بعض المشاريع كذلك يتم عمل دراسات لأنه أحيانا للمشروع إذا كان يتطلب مساحة 1500 متر مربع والمستثمر يطلب مثلا مساحة أكثر، نعم، لابد من يكون هناك في يعني أسباب معينة واضحة ليش المساحة. صحيح. كذلك حددنا في الاتفاقيات إنه المساحة الغير مستغلة لفترة من الزمن الهيئة لها الحق أنها تسترجعها، لأنه الفكرة هنا مش فكرة الحصول على أراضي مساحات بدون استثمار. بدون استثمار. صحيح. فكرة مشروع الدقم تختلف اختلاف كامل. حصول على الأرض إذن هو حصول تطوير. نعم. إقامة مشروع، فتح آفاق مختلفة. نعم. توظيف. جميل. عائد اقتصادي على البلد، فهو كذا الفكر. وبالتالي نحن نحاول قدر الإمكان أنه نحن نوصل هذه الفكر لكثير من الناس، أنه طلب الأرض مساحاتها هي مش الأساس. نعم. الأراضي متوفرة والحمد لله، ولكن نريد نقول أنه الأراضي توفر حسب احتياج المشروع فقط. جميل. يعني هذه هي. طيب هل أيضا الهيئة تشترط من خلال إبرام العقود مع هؤلاء المستثمرين فيما يتعلق بنسبة تشغيل القوى العاملة الوطنية؟ لأن مثل ما ذكرت يعني تفضلت في بداية حديثنا أن أيضا يعول على هذا المشروع الاقتصادي الضخم. نعم. في مسألة التوظيف. بلا شك هو التوظيف طبعا هذا واحد من الأساسيات. لو أخذنا في عين الاعتبار الآن واحد من المشاريع الأساسية اللي هو مشروع الحوض الجاف. نعم. هذا مشروع عملاق الآن يعمل بطاقة كاملة. يعني نسبة التوظيف لما نتحدث عن التعمين أو العمانيين بلغت تقريبا 26% كنسبة تعمين، وهذه نسبة الحمد لله نسبة ممتازة. يعني في مراحل المشروع الآن صار له يمكن تقريبا 3 سنوات أو 3 سنوات ونص، وأعتقد أنه هي نسبة ممتازة. وهم يعني ممتازة كذلك ولا جيدة؟ يعني لو نتكلم عن وضع الدقم وبعدها عن مسقط ويعني توفر الـ يعني لكن أكيد يعني أستاذ صالح متى ما توفرت أيضا المزايا بالنسبة لطبعا القوى. نعم. الوطنية أكيد ما راح يهمهم هذا المشوار أو إيش ما كان. الحمد لله العمانيين يعني يشتغلوا يعني الكل عارف بأنهم هم يعني في كل المجالات بدون. نعم. استثناء. الجانب المزايا أنا أتفق معك فيها وهناك مراعاة لهذا الجانب. نعم. فيما يخص موضوع النسبة اللي حددها طبعا المرسوم السلطاني طبعا أعطى صلاحية تحديد نسبة توفير أو نسبة التشغيل العمانيين في المنطقة الدقم هي 10% في المرحلة الحالية لمدة. نعم. 2 إلى 3 سنوات قابلة إلى الزيادة. على حسب توفر يعني الكادر في المنطقة أو في عمان بشكل عام. هي كمرحلة أولى كنوع من التسهيل. نعم. كنوع من الجذب. هذه واحدة من المزايا اللي نحن نحاول أنه نجذب
استثمارات مختلفة في المنطقة وفتح آفاق مختلفة. احنا نتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله في جهودكم، واكيد جهود مقدرة تقومون بها في هذا المشروع الاقتصادي الضخم. كل الشكر لمدير المحطة الواحدة بهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الاستاذ صالح بن حمود الحسني، شكرا جزيلا لك. شكرا ونورتنا جزيلا في من عمان. شكرا جزيلا وشكرا على الاستضافة، واتمنى ان تكون المعلومات معلومات يعني واضحة وقيمة على موضوع مشروع الدقم ودور المحطة الواحدة. شكرا جزيلا أستاذ صالح. إذا احنا متواصلين معكم مشاهدينا بعد الفاصل، الفقرة الرياضية والزميل أحمد الكعبي، خليكم معنا. يأتيكم في تمام الساعة 11 من مساء كل يوم أربعاء. رحلة علمية متنوعة نسبر من خلالها أغوار المعرفة ونستكشف بعض تفاصيلها الدقيقة، وبصحبتكم نتعرف على الكثير من المعارف الشيقة والمعلومات المفيدة في شتى مجالات العلم وصنوف المعرفة. ننتقل بين محطات شتى، نجمع في جولتنا ما يبقينا على اطلاع بكل ما هو جديد، كل ذلك في برنامجنا الأسبوعي المجهر الذي يأتيكم في الأوقات التالية. وتلك نزوة ومن ينسى مكانتها، هل تختفي الشمس يوماً للبصيرين؟ لو لم يكن للمعالي غيرها لكفى، في الشرق والغرب مجداً لم يقل دينا. بيضة الإسلام الشهباء، حكاية العلم والعلماء، عاصمة الثقافة الإسلامية. أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام. إذن مستمرين معكم في برنامجكم من عمان ومجموعة الفقرات المتنوعة، هذه المرة مع الفقرة الرياضية. وكما ذكرنا في البداية، الحديث سوف يكون عن منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية الحاصل على المركز الثاني في البطولة الآسيوية والمتأهل لكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه. ويسعدني الآن أن أرحب بالشيخ سلطان الحوسني رئيس الاتحاد العماني لكرة اليد. أهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بك، حياك الله، سعيدين بوجودك معنا. لكرة اليد مش لكرة القدم. اليد عفوا. اليد نعم، حياك الله شيخ سلطان. نبارك لكم اذا هذا الانجاز، ولنا جميعا منتخب اليد يواصل تألقه من جديد على المستوى الاسيوي من خلال هذه البطولة. الحمد لله رب العالمين، شكرا لك، شكرا لكل من دعم وساند ووقف مع هذا المنتخب، شكرا لرجال المنتخب والجهاز الفني والاداري على الجهود المبذولة اللي قدمت طوال الفترة الماضية. لا أريد أن أختزل يعني حقيقة جهدهم في خلال هذه البطولة. أنا سعيد بأن عندي نخبة من الرجال في المنتخب، يمكن على مدى سنتين شخصيا كتجربة شخصية سنتين ونصف قدموا عطاءات مميزة توجوها بأنهم استطاعوا فعلا أن يترجموا الشعار اللفظي للبطولة الآسيوية التي تشرفت عمان باستضافتها في السلطنة. عمان تبتسم إلى 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 أمر واقع على أرض الواقع، وعمان ابتسمت بالفرحة اللي رسمها أبناء المنتخب رجال عمان رجال قابوس بأنه استطاعوا أن يصلوا إلى كأس العالم في المجر،
ويؤكد علو كعب كرة اليد العمانية على المستوى القاري على مستوى آسيا وريادتهم أنهم يكونوا متواجدين في المحفل العالمي. شيخ سلطان، هذا المنتخب يواصل عطاءاته المتميزة، حضوره على المستوى الإقليمي والقاري أيضا، ما هو السر في ذلك؟ حب القائد. الله. شخصيا أرى أن حب القائد والانتماء لهذا الوطن والروح الوطنية الكبيرة، ما في شك أنه الجميع يحمل روح وطنية، لكن الروح يعني ما شاء الله اللي موجودة، روح الأسرة اللي موجودة، الروح الوطنية اللي موجودة مع شباب المنتخب، أعتقد هي الدافع اللي موجود مع هذه الكوكبة. أيضا الإرادة والطموح، يمكن 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 ما لمسناه أيضا من هذه المجموعة من الشباب أنه عندهم إرادة، عندهم طموح، عندهم يعني رغبة فعلا أنهم يعني يبرزوا قدراتهم مواهبهم في 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 خلال اللقاءات اللي يشاركوا فيها، سواء يعني على مستوى الصالات او مستوى الشاطئيه. حقيقه يمكن شيء بشيء يذكر انه حتى المنتخب عندما شارك في لاول مره في تاريخه على مستوى الصالات في البطوله الاسيويه استطاعوا انهم يعني يقدموا نتيجه جدا ممتازه ومشرفه. صحيح انهم ما حصلوا احد المراكز الثلاثه، لكن من اول مشاركه استطاعوا انهم يتفوقوا على ثلاث منتخبات وصلت الى كاس العالم ويصلوا الى الدور الثاني في المسابقه. فانا اعتقد ان السر يكمن في روح الاسره الواحده والتكاتف الموجود. جميل. اذا مثل ما ذكرت الشيخ انه الجميل يعني اقترنت الاستضافه بتالق المنتخب، وعلى ذكر الاستضافه تقييمك للبطوله بشكل عام. الحمد لله رب العالمين. يمكن اليوم استلمنا رسالة رسمية من الأخوان في الاتحاد الآسيوي لكرة اليد، ساعدنا فيها منها يعني يثمنوا ويقدروا ويباركوا حسن التنظيم اللي قدمناه كدولة كعمان، وهذا كان همنا حقيقة. يمكن احنا اشتغلنا على أكثر من محور، أهمها أنه نظهر عمان بالشكل المثالي، وأنه ضيوف السلطنة يخرجوا راضين. والحمد لله اليوم استلمنا رسالة رسمية من الأخوان في الاتحاد الآسيوي يشيدوا بحسن التنظيم للبطولة والاستضافة. يمكن أذكر أنه في رسالتهم أنها واحدة من أفضل البطولات. جميل. من جانب التنظيمي. جميل. فهذا شيء مشرف ونسعد فيه، ويمكن أكثر سعادة بأنه معظم الكادر اللي كان يعمل في البطولة ويدير البطولة ويسهر على راحة ضيوف عمان كلهم أبناء عمان وشباب. رائع جدا. فهذا الشيء حقيقة المشرف. نعود للبطولة نفسها الشيخ، البداية كانت جيدة أمام فيتنام، وبعد ذلك خسارتين أمام المنتخب الإيراني والمنتخب البحريني، وضعية نوعا ما كانت صعبة، لكن احتوائكم للموقف كان جيد والمنتخب عاد من خلال مباراة باكستان. كيف كانت تلك الفترة بعد الخسارة مقابل مباراة باكستان؟ صعبة جدا، صعبة جدا ما في شك، لكن انا حتى في كل الاحوال كنت اقول للاعبين المنتخب انا مؤمن بالفوز والخسارة في الرياضة بشكل عام ليس في كرة اليد، لكن ايضا يجب ان تؤمنوا انه انا شخصيا مؤمن بقدراتكم كمجموعة، انكم قادرين ان تتجاوزوا الكبوة، والحمد لله رب العالمين. يمكن تعرف الضغط الجماهيري، الضغط النفسي، الضغط الإعلامي يعني اللي كان على اللاعبين كبير، أضف إلى ذلك جاهزية المنتخب، خلينا نكون صادقين، جاهزية المنتخب ما كانت مثالية، ما كانت مرضية. مرحلة الإعداد ما كانت بالشكل المطلوب؟ لا أبدا نهائيا. إحنا لو كان برنامج إعداد المنتخب يعني قريب من برنامج إعداده للبطولة السابقة اللي كانت في هونغ كونغ قبل سنتين، أو البطولة اللي كانت في البطولة الآسيوية الشاطئية اللي كانت في بوكيت في تايلاند، يمكن أعطاء المنتخب ومستواه بيكون أكثر، يمكن أرى حونة نفسيا. يعني أنا شخصيا كنت مضغوط حقيقة رغم ثقتي بالمجموعة، لكن كنت مضغوط لأني ما كنت أتمنى أنه منتخبنا إذا ما يقفز خطوة للأمام أنه ما يتراجع. الحمد لله رب العالمين، نحن الثاني على آسيا كذا سنة، الثاني على الخليج، وبالتالي انه نتراجع مركز واحد حتى لو كنا تراجعنا المركز الثالث بالنسبه لي غير مرضي، خصوصا ان البطوله في ارض عمان. لكن الحمد لله رب العالمين، يمكن الثقه اللي موجوده بين المجموعه، الصبر، الاراده، الطموح، دعم الجمهور، وهنا كلمه شكر وتحيه وتقدير للجماهير كان له دور هام حقيقه. جميل. وايضا الاعلام العماني حقيقه يعني كلمات الشكر لن توفي حقه، لانه فعلا كان ما يكتب من 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 تعزيز للروح للاعبين كان اثر ايجابيا فيها. شيخ سلطان، اذا المره الثالثه نصل لنهايات كاس العالم، الخامسه الثالثه من خلال التصفيات، والخامسه بشكل عام، لانه البطوله اقيمت في البدايه، الاول بطولتين كانت من خلال دعوه.
طيب من خلال هذا النظام الجديد الآن يعني كيف ممكن نستثمر الفترة القادمة للتحضير بالشكل الأمثل حتى نظهر بصورة متميزة في كأس العالم في المجر؟ والله شوف، هذه رسالة لمن يهمه الأمر. إذا آمنا بقدرات هذه المجموعة ووفرنا لهم كل السبل اللي تساعدهم أنهم يظهروا بشكل مثالي، أنا متأكد أنه راح تكون هناك بصمة لكرة اليد العمانية في المحفل العالمي. شخصيا يمكن سعيد بالتأهل، ما في شك أني سعيد بهذا التأهل وفخور بهذا التأهل رغم الظروف اللي مر فيها المنتخب كما ذكرت لك، لكن أتصور أنه يجب أن يكون لدينا سقف طموح أعلى شوية، لأنه ولله الحمد يعني نملك عناصر جيدة متميزة واعدة شابة، وبالتالي إذا وفرنا الإمكانيات وفرنا الأجواء المناسبة، برامج الإعداد الجيدة المثالية للمدرب الوطني اللي يقود المنتخب، وتحية شكر حقيقة للمدرب حمود، وهذا فخر أيضا لنا أنه من يقود المنتخب واحد أبناء الوطن. واليوم أنا يمكن قبل أي على البرنامج حضرت تكريمه من خلال برنامج أو جائزة إنجازاتنا كأفضل مدرب وطني في العام 2014. أتصور أنه يعني لازم نؤمن بالمجموعة، جميل، أنها قادرة أنها تعمل. نتكاتف جميعا مع بعضنا البعض كمجموعة، سواء كوزارة الشؤون الرياضية، اللجنة الأولمبية، الاتحاد، الأندية، وهي شريك رئيسي ودائم حقيقة لنا في هذا النجاح، إعلام، جمهور، الجهات الأخرى، مؤسسات القطاع الخاص. أتصور أنه منتخبنا محتاج إلى برنامج إعداد جيد ويستطيع أن يقدم مستوى لائق إن شاء الله ومشرف بإذن الله. عموما نتمنى أن تتضافر كل هذه الجهود لظهور متميز إن شاء الله في كأس العالم. شيخ سلطان الحوسني رئيس الاتحاد العماني لكرة اليد، شكرا جزيلا لك، كنا سعيدين بوجودك معنا. شكرا لكم. شكرا لك. إذن مشاهدينا مستمرين معكم في برنامجكم من عمان، نذهب الآن لهذا التقرير الذي يتحدث عن المسرح، وبعد ذلك نعود لعائدة. انطلق مهرجان آفاق المسرحي في دورته الرابعة الذي تنظمه كلية التقنية ممثلة بجماعة المسرح والسينما على مسرح الكلية، حيث يجمع المهرجان عددا من الكليات والجامعات التي أثرت المهرجان وجعلت منه مكانا يهرب له المسرحيون كمكان آمن. وقد تم اختيار النصوص المشاركة بعد عرضها على لجنة تضم عدد من المشتغلين بالمسرح. وتحمل الدورة الرابعة من مهرجان آفاق المسرحي مهرجانا سينمائيا مصغر يقام للمرة الأولى. شباب الكلية المجتهدين اللي يحاولوا أنهم يكونوا متواجدين على خشبة المسرح شيء يسعدنا، ونتمنى للفرق جميعا كل التوفيق إن شاء الله. في البداية النسخة الأولى والثانية كانت مقتصرة لطلبة الكلية التقنية العليا فقط، والحمد لله كانت في السنة الثالثة في بعض الكليات المشاركة من الخارج. الآن وصلنا لمرحلة أن احنا ناويين نكبر مهرجان على أساس أنه يكون آفاق يضم كل الكليات والجامعات سواء الحكومية والخاصة بالسلطنة. فعملنا فكرة مهرجان آفاق المسرحي ليضم الآفاق كل طلبة الكليات والجامعات، كونه المسرح أو بمعنى آخر طلبة الجامعات والكليات هم الرافد الأساسي للمسرح بالسلطنة. اليوم الشباب النشط، هؤلاء الشباب النخبة اللي في كليات العلوم التطبيقية مثلا، اللي في جامعة السلطان، اللي هنا في كليات التقنية، سواء حتى كانوا في الجامعات الخاصة والكليات الخاصة الأهلية، اليوم هنالك حراك مسرحي. أنا لا أقول حراك، أقول ثورة مسرحية. اليوم احنا بالأمس كنا نقول في حراك مسرحي، لكن الآن أعارض بتة أقول أنه هنالك ثورة مسرحية في الجامعات على خلاف على المستوى المحترف، لكن اليوم عندنا ثورة مسرحية. اليوم الحمد لله ولله الحمد والمنة، أنا أبشر كل من يستمع وكل من يشاهد الآن، أنا أقول في عمان هناك ضجة مسرحية. الشباب الموجودين في الجامعات والكليات يشتغلون شغل يعني من لا يخشى الفقر في مجال الثقافة. ويضم جملة من عروض الأفلام القصيرة لعدد من الكليات الخاصة والجامعات يشارك فيها الطلاب لإظهار قدراتهم الإنتاجية وإبداعاتهم الفنية والفكرية. حياكم
الله مشاهدينا، وأيضا نرحب بكل من انضم لمتابعة حلقة الليلة من برنامج من عمان، مستمرين معكم في هذا الإبحار والتصفح اليومي لمختلف المواضيع وأيضا المناشط والفعاليات اللي تشهدها السلطنة. اليوم مشاهدينا الكرام اختتم طبعا اللي هو مؤتمر عمان العقاري في نسخته الثانية، بعد طبعا جلسات تواصلت ليومين، تم افتتاحها بالأمس، اليوم اختتم بمجموعة من التوصيات. أكيد هذا المؤتمر الذي جاء بتنظيم من الجمعية العقارية العمانية لتحقيق العديد من الأهداف وأيضا دعم السوق العقاري في السلطنة. راح نتكلم عن هذا المؤتمر، أبرز ما تم فيه وأيضا المشاركين فيه، ما خرج به من توصيات وجوائز عمان التي للعقار التي وزعت للمرة الأولى يوم أمس مساء يوم أمس، و حديث شامل أيضا عن مشاريع التطوير العقاري في السلطنة من خلال هذه الاستضافة للفاضل سليمان بن مسعود الحارثي الرئيس التنفيذي لشركة تعمير للاستثمار. مساك الله بالخير معنا أستاذ سليمان. الله يمسيك بالخير، حياكم الله والله يعطيكم العافية. نعم الله يعافيك. إذن اليوم كان ختام مؤتمر عمان طبعا العقاري في نسخته الثانية، خلينا نتعرف بداية على الأهمية المضافة اللي يقدمها هذا المؤتمر ومثل هذه المؤتمرات لسوق العقار في السلطنة. المؤتمر هذا مؤتمر تخصصي مثل ما هو واضح، مؤتمر يتعلق بالقطاع العقاري أو صناعة العقار. نعم. بالتسمية الصحيحة، لأن اليوم العقار بشكل عام على المستوى العالمي أصبح صناعة. جميل. والهدف الأساسي من الجمعية بتنظيمها من وراء تنظيم هذا المؤتمر أننا نبغى إحنا نوصل نوضع القطاع العقاري هذا ضمن خارطة أو منظومة الاقتصاد العماني، بحيث إنه القطاع العقاري يكون جزء لا يتجزأ من التخطيط الاقتصادي الكلي للسلطنة، على اعتبار أهمية مساهمة القطاع العقاري في الدخل الإجمالي الكلي للاقتصاد العماني، اللي يشكل في حدود أرقام جيدة من حيث المساهمة في حدود 10%. نعم. ومن حيث التوظيف مساهمته جيدة، ونحن نبغى نرفع نسبة التوظيف أو عدد العمانيين اللي يشتغلوا في هذا القطاع. نعم. تنظيم القطاع راح يساهم مساهمة كبيرة حقيقة في إضافة الاستثمار لهذا القطاع وتطويره، في نفس الوقت توظيف الشباب العمانيين في القطاع. نعم. إذن يعني أيضا تأكيد على الكلام اللي تفضلت به أستاذ، أنه جاء أيضا اللي هو توزيع جوائز عمان للمرة الأولى يوم أمس. نعم. دعما وتشجيعا أيضا لما تفضلت وذكرته. توزيع الجوائز خطوة كبيرة في. نعم. دعم القطاع نفسه ويخلق منافسة جيدة بين الشركات، منافسة مهنية ومحترفة. الهدف من هذه المنافسة هي الجودة. صحيح. وشفنا أمس نحن عدد من الشركات اللي فازت وكرمت في هذا المؤتمر، إن الشركات تميزت من حيث نوعية التطوير، جودة التطوير، الاهتمام بالتصاميم، الاهتمام بالبيئة، مساهمة المشاريع هذه أي مشروع في الاقتصاد، فهي كلها إذا تشوفي نقاط إيجابية. صحيح. ثم تدعم تطور في هذا القطاع. نعم. وتخلق منافسة شريفة بين هذه الشركات على أساس أن تحقق إنجاز أفضل في العام القادم، وبما يعود بالنفع أيضا على هذا القطاع أكيد وتطويره في أكيد. السلطنة أكيد. طيب أيضا يعني من الأشياء التي تحسب لهذا المؤتمر أن توصياته لا تظل حبيسة الأدراج، ولكن فعلا هناك جزء كبير ونسبة كبيرة من هذه التوصيات ترى النور، من ضمنها اللي تم طبعا تدشينه يوم أمس، سواء المجلة الاقتصادية أو الأهم أيضا المؤشر طبعا العقاري. نتعرف على أهمية الحين وجود المؤشر العقاري. نعم. هذا كان من ضمن أهداف الجمعية العام الماضي. وضعوا
نصب عينهم على أساس أن خلال سنة واحدة يتم تدشين المؤشر العقاري. جميل. وفعلا هذا حصل. أمس تم تدشين المؤشر العقاري. إيش فائدة وأهمية هذا المؤشر؟ بالضبط. أيوة. المؤشر يعكس لك التداولات العقارية اللي تتم في مناطق مختلفة سواء من بيع أو شراء للأصول العقارية أو إيجارات. فعلى سبيل المثال أنت تريد تعرفي منطقة معينة من مناطق محافظة مسقط، لأن احنا في المرحلة الأولى دشن لمحافظة مسقط. نعم. فأي منطقة من محافظة مسقط كمؤشر لأسعار الإيجار تقدر ترجع إلى المؤشر العقاري هذا وتشوفي هل الأسعار هذه مجدية بالنسبة لي أنا، هل هذا المكان اللي أنا أقدر أستأجر فيه ولا لا، هذا بالنسبة لي المستهلك. نعم. في جانب المطور هذه الأرقام مهمة بالنسبة له في اتخاذ قراره الاستثماري، فيشوف أنه قيمة الإيجارات هذه مجدية مقابل حجم الاستثمار اللي هو بيوضعه في هذه المنطقة. جميل. فهي مفيدة للطرفين المطور والمستفيد. أكيد. هذا كان ضمن أهداف الجمعية العام الماضي. من ضمن أهداف الجمعية العام الماضي تم التوقيع على اتفاقية مع مؤسسة جريدة عمان لتشين أول مجلة تخصصية في القطاع العقاري. نعم. وفعلا أمس صدر العدد الأول من المجلة العقارية، وهذه المجلة إضافة أيضا لهذا القطاع وتفيد المتخصصين في الاستثمار في القطاع العقاري، وتفيد نفس الشيء المستفيدين أو المعنيين بالشأن العقاري في السلطنة. نعم. أستاذ سليمان، بحكم أنك رئيس التنفيذي لواحدة من الشركات المعنية بتطوير العقار وأيضا الاستثمار العقار، وهي شركة تعمير للاستثمار، أكيد تابعتم مثل ما تابعنا جميعنا الأوامر أو توجيهات السامية نحو إنشاء مجمعات أو أحياء سكنية نموذجية حديثة، طبعا بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. عارفين يعني أو حابين نعرف يعني أهمية هذه الخطوة. نعم. وكيف إن ممكن راح تساهم أيضا في دعم القطاع العقاري في السلطنة وأيضا المستفيدين من هذه الأحياء. المجمعات السكنية المتكاملة هذه رؤية ثاقبة. نعم. من الحكومة بالتوجيهات السامية من صاحب الجلالة. رؤية تشوف أو ترى مستقبل الاحتياج السكني للمواطن العماني. رؤية تهتم برفاهية الشعب العماني وتوفير السكن المناسب والملائم للأسرة العمانية من ضمن أولويات الحكومة. وبالتالي نوعية السكن للجيل القادم اللي يتطلبه غير عن نوعية السكن والمستوى اللي نحن مثلا في الفترات الماضية. نعم. جودة السكن، الخدمات، احنا نتكلم اليوم نفس الشيء، الحكومة عندها تحديات في توفير الماء والكهرباء وكلفة الماء والكهرباء على المدى البعيد. نعم. الجيل القادم جيل يختلف متطلباته من حيث السكن واحتياجات اليومية، بالتالي المجمعات السكنية تلبي كثير من الاحتياجات اللي تبغاها الأسرة العمانية مستقبلا. طيب ممكن أيضا أنها راح تساهم في الحد من الارتفاع اللي أحيانا يكون غير مبرر للعقار في السلطنة، أو على الأقل تنظيم هذه العملية. هي بتساهم في حل كثير من العقبات. ما أتكلم فقط في ارتفاع الأسعار. هذه جزئية واحدة. نعم. في كلفة إنشاء السكن وجودة السكن. اليوم كلفة إنشاء يعني بناء سكن كلفة عالية إذا تشوفيها. صحيح. أرض مع بناء مع جودة السكن ومواصفات السكن الصحي والملائم. نعم. البيئة المحيطة بالسكن يعني المجمعات السكنية توفر لك بيئة محيطة، مساجد قريبة، توفر لك مدرسة قريبة، توفر لك عيادة قريبة، كل هذا يعني خطوات من محل السكن. نعم. توفر بيئة صحية
بمعنى أنه ما كل مشوار أنا أحتاج أستخدم السيارة، لا. فتركز السكان في بيئة متكاملة بخدمات متكاملة يخلق جو صحي وجو اجتماعي أفضل بكثير عن نوعية المساكن اللي هي تكون مشتتة. نعم. بتصاميم مختلفة. نعم. ب يعني نماذج تكون وخدمات ما مكتملة. لا، المجمعات السكنية تقدم لك كثير من الحلول. أيوة، ولكن أيضا يعني يمكن في تقاطع مع هذا الموضوع، وأيضا مواضيع أخرى. اليوم إحنا المواطن وحتى غير المواطن يشكون من أحيانا أستاذ، يعني وأنتم تشتغلون في هذا المجال، أن هناك يعني طفرات كذي في أسعار العقار، وأحيانا حتى مثلا العقار هذا ما مستاهل هذا المبلغ. يعني الواحد يقول ليش أنا أشتري مثلا شقة غرفة أو استوديو أو إيش بهذا المبلغ الخيالي مثلا وهو فوق طاقته. فيعني أيضا أهمية تنظيم هذا السوق، التشريعات، الإجراءات لتنظيم هذه الصناعة مثل ما تفضلت وذكرت، وليس سوق صناعة العقار في السلطنة، كيف تجدها؟ اليوم نفس الشيء من ضمن القرارات اللي صدرت في تنظيم القطاع اللي هي إنشاء المديرية العامة للتطوير العقاري. جميل. في وزارة الإسكان. نعم. مديرية العامة لتطوير القطاع العقاري، التطوير العقاري في وزارة الإسكان بتساعد وبتساهم مساهمة كبيرة في إدراج التشريعات المناسبة والملائمة لهذا القطاع. عندك موضوع الوسطة في تشريعات بترنور قريب فيما يتعلق بالوسطة. نعم. وهذه تسجيل الوسطاء واعطاهم تراخيص او اعطاهم دورات تدريبيه في مجال الوساطه العقاريه، واعطاهم مؤهلات بحيث الوسيط يكون مؤهل. نعم. ما بيساهم فقط في تنظيم العقار فحسب، بيساهم في خلق فرص عمل جيده للشباب العمانيين اللي يكونوا مؤهلين. حلو. وبيكون مصدر رزقهم هذا القطاع. جميل. غير ما اليوم احنا نجد ان العماني وغير عماني هو وسيط في هذا القطاع. نعم. بالنسبه للمضاربات والاسعار المرتفعه، الجواب لها المؤشر العقاري. نعم. المؤشر العقاري بيصير كل التداولات هذه تنعكس في المؤشر، فانت قبل ما الشخص يشتري عقار يشوف هل هذا العقار في هذا الموقع ايش هو السعر المناسب. فالشفافية بتبتدي تظهر من خلال المؤشر هذا المؤشر. نعم. مثل أنت ما تشتري سهم. نعم. سهم شركة معينة. تروح تشوف التاريخ الفعلي لهذا السهم كم كان قبل سنة. نعم. واليوم سهم الشركة الفلانية كم صار. نعم. هل الارتفاع اللي ارتفع هذا منطقي وتدريجي ولا الارتفاع هذا مبالغ فيه؟ ما عجبك هذا السهم شوفي سهم آخر. اليوم نحن نشوف أن السوق العقاري متجه نحو التنظيم. جميل. والفضل في هذا بالدرجة الأولى نحن نشوف أنه الجمعية العمانية العقارية جالسة يعني مساهماتها واضحة. نعم. وفي تجاوب حقيقة من المسؤولين بكافة مستوياتهم. جميل جدا. طيب القطاع. لو نتكلم أيضا عن دور اللي هو شركات التطوير العقاري. نعم. في دعم الاقتصاد الوطني بشكل عام. نعم. شركات التطوير العقاري ذات الحجم مساهمتها كبيرة في جلب الاستثمارات الخارجية، في استقطاب المستثمرين العمانيين، وضخ هذه الاستثمارات في القطاع العقاري لتلبية احتياجات السوق. نعم. اليوم في غياب مطور عقاري جيد بحجم جيد بيصير عندك السوق المستهلك ما يحصل منتج مناسب أو منتج راقي. نعم. شركات التطوير العقاري ما تساهم فقط في دعم القطاع السكني فحسب، شركات التطوير العقاري تساهم في دعم القطاع السياحي بإنشاء الفنادق والمنتجعات السياحية، وهذه تلبي حاجات النمو السياحي. نحن اليوم بلد من ضمن البلد المستقطبة للسياح، وبحاجة إلى عدد كبير من الغرف الفندقية. نتوقع احنا خلال
عام 2015 و2016 عدد حوالي 3000 غرف فندقية بتدخل السوق. هذه بتساهم مساهمة كبيرة في خلق فرص عمل. جميل. وفي جلب عدد كبير من السياح للبلد، وقيمة مضافة من حيث الجودة والنوعية في الخدمات السياحية. فهذه كلها مساهمات شركات التطوير العقاري. نعم جميل. إذن يعني كذي بنفهم من الكلام اللي تفضلت فيه أستاذ سليمان أن يعني صناعة العقار معنا في السلطنة صناعة مزدهرة تعود بالنفع على من يعمل بها وأيضا على الاقتصاد الوطني بشكل عام. نعم. إذن يعني إحنا نشكرك على الكم من المعلومات اللي مديتنا فيها عن هذا القطاع الحيوي في السلطنة، الأستاذ سليمان بن مسعود الحارثي الرئيس التنفيذي لشركة تعمير للاستثمار. شكرا جزيلا لك، نورتنا في من عمان. مشكورة. شكرا. نعم. متواصلين معكم بعد ما خلصنا، عندنا محطة أخيرة راح نتعرف عليها بعد الفاصل، خليكم معنا. المستهلك هو هدف التسوق الذي تنشده معظم المراكز التجارية، حيث من خلاله ترتفع معدلات أرباحهم وعائداتهم المالية. وتختلف مواد التسوق التي يقتنيها المستهلك، إذ نرى أغلب المستهلكين يتبضعون مواد سواء استهلاكية غذائية أو مواد أخرى. ونتيجة لبعض التجاوزات الغير قانونية، قامت الهيئة العامة لحماية المستهلك بإصدار قرار رقم 225/2015 بشأن حظر استخدام الإسفنج والأقمشة والملابس المستعملة في صناعة الأثاث، حيث يعتبر الأثاث المستعمل مادة مقلدة وغير أصلية، وجاء ذلك في نص المادة 7 من قانون حماية المستهلك. حظر تداول أي سلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو غير مصرح بتداولها، كما يحظر الإعلان عنها. وحرصت الهيئة على المزود أن يفصح للمستهلك إن ابتاع مادة مستعملة بها عيب في الصنع أو في جودة المادة المستخدمة. فقامت الهيئة مؤخرا من ضبط عدد من الورش التي تقوم بإعادة استخدام بعض المواد لصناعة الأثاث، حيث كانت تقوم بإعادة تدوير الإسفنج في ماكينة مخصصة تقوم بعملية الخلط، ثم يصب في أداة كبس ليخرج الإسفنج على شكل كتلة مهيئة للاستخدام. إذن حظر استخدام الإسفنج والأقمشة والملابس المستعملة في صناعة الأثاث هو القرار الذي صدر مؤخرا عن الهيئة العامة لحماية المستهلك. يمكن عرفنا بعض الأسباب كذي بشكل موجز من خلال التقرير اللي شاهدناه قبل قليل، ولكن راح نتعمق أكثر من خلال محطتنا والدقائق القادمة مع الفاضلة نصرة بنت سلطان الحبسية مديرة الدائرة القانونية بالهيئة العامة لحماية المستهلك. حياك الله معنا يا نصرة. أهلا وسهلا فيكم. إذن يعني قرار كذي غير متوقع، ويمكن كانوا الناس وايد يعتمدون عليه على أساس أنه تكلفته شوية تكون أقل من الشيء الجديد عادة. نعم. نتعرف على القرار متى صدر بالضبط، وأيضا لماذا صدر هذا القرار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية طبعا أشكركم جزيل الشكر على تسليطكم الضوء على هذا القرار، لأنه طبعا يهم صحة وسلامة المستهلك. نعم. في المقدمة طبعا هذا القرار مش قرار جديد، يعتبر قرار أصلا صدر قبل في عام 2011. وكان على أساس أن عقوبة المادة 21 من القانون الملغي، وكان نفس الشيء يحظر استخدام الإسفنج المستعمل لصناعة الأثاث. نعم. بعد طبعا صدور القانون الجديد، الحمد لله أن في غرامات إدارية. أيضا عملنا على أن يصدر قرار جديد في شهر إبريل من هذا العام، فصدر طبعا هذا القرار كذلك على أساس أنه يؤكد منع استخدام الإسفنج المستعمل والملابس المستعملة لصناعة الأثاث. وطبعا أدرج في عقوبة إدارية
توقع على المخالف قيمتها 500 ريال عماني. وطبعا في حال أن ما أزال هذه المخالفة تستمر المخالفة بغرامة يومية 50 ريال بما لا يتجاوز 2000 ريال عماني. طيب الورش اللي تم مخالفتها وعلى ضوءها صدر يعني وتم تأكيد هذا القرار، إيش كانت طبيعة الأعمال اللي يقومون بها؟ طبعا هذه الورش للأسف فيها كثير من العمال الوافدة تقوم بجمع هذه المخلفات من القمامة، الإسفنج المستعمل، الأغطية والأفرشة الخاصة بالمستشفيات التي خلص لها لا يمكن استعمالها، بالإضافة إلى بقايا محلات الخياطة، فتقوم بتجميعها ويعني استخدامها للوسايد، استخدامها للأفرشة، استخدامها للكراسي، بعد طبعا ما تقوم بأخذ هذه تجميعها وإعادة تصنيعها مرة أخرى بمواد كيميائية وتطلع على بشكل تسمى طبعا هم يعتبرونها أفرشة طبية إلا أنها هي طبعا بعيدة عن أنها طبية، يعني هي أيضا تروج وتباع للمستهلك على أساس أنها هي طبية وأنها جيدة وأنها جديدة وكل هذه الأمور. أيوة، يعني المستهلك لما يذهب إلى المحل يجد كنبة جميلة يعني بشكل الظاهر من فوق الله. أيوة. الله، ومن داخل يعني طبعا داخل هذا الأثاث مكسي للأسف بإسفنج مستعمل وهذا وأحيانا أفرشة، أحيانا أقطان، أحيانا مثل ما ذكرت ليش بقايا المحلات الخياطة. نعم. بعد طبعا تصنيعها وظهورها بالشكل المستهلك لا يصعب عليه التمييز يعني صحيح. بين الطبي وبين السليم وغير السليم، لكن طبعا صارت تظهر كثير من الأمراض وهي طبعا صراحة مؤشر على أن في أضرار صحية كبيرة لهذه الأفرشة، ومن ضمنها طبعا كثير من الناس لاحظوا ظهور بعض الحشرات والبكتيريا والروائح الكريهة بعد استعمال هذا الأثاث. وطبعا في ناس كثير أيضا من ضمن العوامل اللي إحنا سبب المنع أن بعضهم طبعا ينام على خاصة بالنسبة للمنامات تكون متحركة ممكن تأثر على الظهر، العمود الفقري، الرقبة، طبعا لها آثار سلبية وصحية على المستوى البعيد لأن المستهلك لا يعلم ما بداخل هذا الأثاث. صحيح. طيب بالنسبة لأبرز المخالفات يعني اللي تم رصدها وين كانت تتركز؟ هل رصدتوها من مختلف محافظات السلطنة ولا لا؟ في بعض المحافظات كان فيها أكثر يعني رصد لهذه الحالات؟ صراحة أكبر كمية رصدناها في الصلالة. صلالة؟ نعم، كانت طبعا وجدنا 7 شاحنات تأخذ هذه الأسفنج وهذه المخلفات. العمال كانوا يعملون على مدى 4 ساعات متواصلة حتى يعني يستطيعوا تعبية هذه الشاحنات، طبعا كانت كمية كبيرة جدا. وجدوهم أنه طبعا في مسكن مستأجرين مسكن غير مصرح يقومون بالخياطة وكسي الوسائد والكراسي، طبعا هذه بعد يضيفوا لها بعض المواد الكيميائية وتخرج بشكل اسفنج يسمى بلوكات الاسفنج. وبعد ذلك تم حشيها في الوسائد وفي الكنبات اللي طبعا تظهر بالإضافة إلى الرستاق، بركة، السيب. فتعددت المخالفات في هذا المجال لأن تعرف المستهلك أول ما يصل إلى المحل لا يرى كيف يصنع هذا الأثاث. صحيح، هو جاهز يكون ومعروض. بالضبط. نعم. فما يعرف وين مصدر هذا الأثاث، كيف يصنع هذا الأثاث، كيف شكله. فإحنا طبعا لازم المستهلك نوعيه بهذه المسألة. جميل. ويعرف أن الأثاث النظيف أو الأثاث الجيد أو الطبي عادة تكون في أسلاك معدنية. نعم. ويكون مصنوع من لب الأشجار. وليس صلب لدرجة أن يكون يعني لهم كذي يقولوا. أيوة. لهم إذا شفته جامد جدا فهذا ممتاز، طبي رقم واحد. أيوة. هذا. فللأسف أحيانا البعض لا يعي إيش هو الأثاث السليم أو الأثاث الصحيح أو الأثاث اللي فعلا ممكن أنه يشتري. وللأسف كثير من المحلات تقوم بشراء الأثاث المستعمل البعض يعني من بعض المنازل أو تأخذها من القمامة وتعيد. صحيح. مرة أخرى. طيب يعني مثلا أنا كمستهلك هو يعني مثلا أصيب بحالة مرضية معينة جلدية إيش ما كان،
يعني عادة الواحد ما يخطر في باله أن المتسبب والله هذا الأثاث بالضبط. أو هذا الغطاء أو هذه المخدة أو إيش ما كان أو هذه الوسادة يعني فبالنسبة للحالات اللي أنتوا رصدتوها وكيف توصلتوا أن السبب استخدام هذه المخلفات وبالتالي يعني أن صدر هذا القرار يعني أكيد هذا عمل تشكرون عليه في ربط الأمور بعضها ببعض للوصول إلى السبب فعلا. نعم طبعا إحنا بدأت طبعا في من ضمنها اللي هي صعوبة التنفس عند البعض ظهور بعض الحشرات الصغيرة طبعا المستهلك يعمل يعني أدوية ضد الحشرات نعم لكن تظهر لأنها موجودة داخل فطبعا بعض اللي وصلتنا بلاغ من بعض المستهلكين أنه فعلا وجد مثل هذه الأقطان هذه الموجودة داخل الأثاث ومن ثم وجدنا سببها أنه ما يعملون في النور نعم يستأجرون منازل بعيدة عن ما يعني عيون الناس ويقومون بالعمل وأحيانا لا تكون لديهم حتى محلات مرخصة نعم يعني فهذا إحنا دائما حريصين على أن المستهلك يكون على وعي بأخذ الفاتورة يكون على وعي بمعرفة الأثاث صحيح. الجيد ما يشتري من أي مكان حريص أن الجودة مهمة جدا طيب أيضا هذه المراقبة تم على أيضا الأثاث المستورد ولا فقط دققتوا على اللي يعاد تصنيعه في السلطنة إحنا صراحة بدأ اللي هي اكتشفنا اللي يعاد تصنيعه بالنسبة للأثاث المستورد ما تم اللي هو هذا اللي معاد تصنيعه اللي لما الواحد يروح محل ويطلب تفصيل شيء معين أيوة. يعني نعم. إيه على يعني على كيفه طبعا أيوة. يتم بسعر بسيط جدا وهو أنا أعتبره ما سعر بسيط البعض يعني يشوفه صحيح. فعلا سعر غالي ويكون المستهلك دفع قيمته لكن يتفاجأ طبعا بوجود هذه يعني الأشياء داخل الأثاث أحيانا حتى الخشب نفسه يكون خشب مستعمل وليس خشب ذا جودة وأيضا يستخدم في هذا الأثاث لأنه يطلع شكل الخارجي بس هو قماش نعم. من برا فالخشب يكون داخل طيب نأكد مرة ثانية على العقوبة ذكرتها بشكل سريع ولكن أكد في حال اكتشاف هذه مثل هذه المخالفات إيش اللي الإجراء اللي يتخذ طبعا إحنا مباشرة يتم ضبط المحل وفي غرامة قيمتها 500 ريال ما تشوفونها شوية 500 500 هذه بالنسبة كغرامة إدارية إحنا متاح لنا نفرضها أما بالنسبة للقانون العقوبة هي لا تقل عن 2000 ريال ولا تتجاوز 50,000 وبالسجن من 3 أشهر إلى 3 سنوات يستاهلون صحة أيوة فهذا أيوة صحة المستهلك فعلا نعم. لأنه يعتبر هذا غش في البضاعة المقدمة للمستهلك وفي نفس الوقت تهدد صحته وسلامته وممكن للمتضررين أنهم يرفعون أيضا قضية أيوة لهم حق التعويض نفس نعم. الشيء بالنسبة إذا تضرروا هذا طبعا من ضمن ويتم مصادرة السلع أيضا الموجودة جميعها يتم مصادرتها وممكن غلق المحل أيضا ممكن ولا بعد غلق المحل يعني ليش ممكن طبعا احنا غلق المحل بإذن طبعا من الادعاء العام ومن ثم إذا المخالفة فعلا يعني أحيانا تجد أن كمية بسيطة لكن إذا المخالفة ممكن غلق يعني أوجب غلق المحل وهذه عقوبات كلها واجبة موجودة في القانون طيب في حال أن أنتوا اكتشفتوا واحد من المحلات المخالفة وعرفت أن هذا كل الأثاث اللي يقوم بتصنيعه من هذه المخلفات اللي أكيد تضر بصحة المستهلك هل أيضا تسعون لمعرفة مثلا المستهلكين اللي شروا منه وبالتالي توعيتهم على أساس أنه ما يلحقهم أي ضرر طبعا هو في نقوم احنا بهذا الاجراء وهذا الاجراء ايضا نص عليه قانون حماية المستهلك لان في خطر يهدد صحة وسلامة المستهلك نعم. وضروري جدا ابلاغ المستهلكين اللي هم اخذوا هذه البضاعة واخذها هذه البضاعة منهم نفس الشيء نعم. وتعويضهم عنها وهذا الشيء طبعا كلها اجراءات تتم بعد ضبط المحل جميل جهود مقدرة حقيقة تقومون بها لحماية المستهلك من مثل هذا التلاعب في مختلف حقيقة قاعدين نشوف أشياء عجيبة غريبة للأسف إيش نقول يعني هذا اندل فإنما يدل على غياب ضمير بعض هؤلاء التجار اللي تلعبون بصحة المستهلك
لا لسبب فقط إلا من أجل المكسب، ترى هذا المكسب حرام على فكرة يعني. أفتت عايدة. إذن شكرا جزيلا أستاذة نصرة، شكرا لهيئة حماية المستهلك اللي حقيقة لا تألو جهدا لطبعا حماية المستهلك، هي كذي اسم على مسمى من هذا التلاعب وأيضا الضرر اللي يلحق بهم. شكرا جزيلا للأستاذة نصرة بنت سلطان الحبسية مديرة الدائرة القانونية بالهيئة العامة لحماية المستهلك، شكرا جزيلا لك، نورتينا في من عمان، الله يعطيكم العافية. مشكورة، شكرا. الله خير. إذن مشاهدينا إحنا بنهاية هذه الفقرة نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة الليلة من برنامج من عمان بمشيئة الله، لقاءنا بكم يتجدد في الغد مع مواضيع ومحطات جديدة تأتيكم فقط من عمان، حتى ذلك الحين دمتم في حفظ الله ورعايته وإلى لقاء.